السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع هذا مهم جدا. أنا بعد ما درت واحد المسح يعني هاد 3 أيام في هاد المنطقة ديال الجهة ديال أرقانة الشاوية جهة مراكش الحوز وجهة اللهم بارك ترودانت وغيرها، ترجح لدي أن الناس بحاجة ملحة إلى الخيام إلى الخيام إلى الخيام ولي باليت، حاجة ملحة حقيقة. الخير جاهم كثير ديال الأكل وكذا وكذا، ولكن هم بحاجة ملحة إلى الخيام. اللي بغيت نقول بارك الله فيكم، اللي هما معولين أنهم ينطلقوا بالقافلة ديالهم غدا إن شاء الله يوم السبت أو الأحد، وهما جهزوا الملابس وجهزوا الأكل وجهزوا الأواني وجهزوا هذه الأمور هذه. أنا غادي نخلي لكم هذا الفيديو هذا، وحاولوا تبارطاجوا مع بعضياتكم. مجموعة الناس اللي كتواصل معايا كتقول الدوائر ديالهم ما استفدوش، نخلي لكم الصور ديال المحادثات مع الأرقام ديالهم. اللي بغى يتثبت ويتأكد يدخل يتثبت ويتأكد منهم ويحدد الوجهة ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله.